نظم فرع اتحاد شباب العمال بالسويس مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس اتحاد شباب العمال وعدد من الشخصيات الحزبية والعامة. ووزع المنظمون علم مصر على الحضور، وتعالت الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وسط أجواء احتفالية على أنغام السمسمية. باسم اتحاد شباب العمال لتوصيل رساله ان احنا على قلب رجل واحد باسم اتحاد شباب العمال على مستوى محافظات الجمهوريه النهارده، لنقول كلمه حق اننا خلف معالي فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما شهده اتحاد شباب العمال وعمال مصر على مستوى جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي او الاستثماري او قطاع الاعمال او حتى الاعمال غير المنتظمه اللي بتقدر باكثر من 30 مليون عامل على مستوى محافظات الجمهوريه. النهارده بنوصل رساله بنقول ان شباب العمال وعمال مصر كلها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا هنا هو علشان ندعم سياده الرئيس، واتحاد شباب العمال بيدعم سياده الرئيس جدا، وان شاء الله هتبقى فتره انتخابيه سهله، وهنقدر ان احنا باذن الله نحشد اصوات كويسه باذن الله. جايين نقول لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اهلا بيك في السويس، السويس كلها داعمه ليك، احنا اتحاد شباب العمال بنقول لك احنا كلنا وراك، الشباب كلها وراك، احنا جايين نقول لك النهارده يا ريس التدشين في السويس كله من احزاب ومن قطاعات ومن شباب ورياضه، احنا كلنا معاك، وزاره الشباب والرياضه واتحاد شباب العمال.